مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم شيف لور مقلي. نمشيو دابا للمقادير وطريقه التحضير. شيف لور اللي انا سلقته في الماء وشويه الملح والحامض، غنحتاج نصف كاس ديال الدقيق مع معلقه كبيره مايزينا، جوج بيضات، كاس ديال الحليب، معلقه كبيره تحميره، نصف معلقه خرقوم، معلقه قزبر، معلقة أعشاب مناسبة، نصف معلقة إبزار والملح. شنو دابا طريقة التحضير؟ غنجيب إناء ونضع فيه كل من دقيق مايزينا، أعشاب ديالي، نخلط كل مزيان. نضيف دابا الزيت، انا هنا الحليب ما نضيفش بزاف باش الخليط ديالي عندي البيض مزيا. خلاص ندير غير الحياه، كيف ما كتشوفوا، وهذا الخليط اللي حطيت المقلي. انا هنا دابا غندير الزيت السخن باش نخلي الشيفلون كيفما كتشاهدوا معايا. من بعد ما سخنا الزيت غنجيب اهنا هنا، شاهدوا معايا سيداتي الشيفلون ديالنا، وهذا من بعد ما قليناه كيجي ناشف. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الى اللقاء الى فرصه ثانيه ان شاء الله.